سي ار بي سي ار بي شباب بن وزاد. يلا يا مغيت وجه لوجه مع زيكي تراوري في اول كره واول ضربه لسلسله ضربات الترجيح. بنغيت وجه لوجه مع زيكي تراوري، تقدم بنغيت ويضيع. اي 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 يا بنغيت، اي اي اي. هذه الحاله ايضا نصف عاليه، ما يحبده الحراس، ما يحبده الحراس. طبعا لازم تكون في سقف سقف المرمى او في منتصف المرمى بقوه، وايضا دائما لازم تكون عاليه لما تكون غير متاكد، ولكن معليش رانا في البدايه فقط. هذا اللاعب هذا احسن لاعب في المباراه. زيكي ارتمى جيدا، ولكن الرميه لم تكن بالدقه والقوه اللازمتين. كليمون بترويبا صاحب هدف مباراه الذهاب. يلا يا زغبه يا اليسرى، لما لا بترويبا على الجهه اليسرى، قلت على الجهه اليسرى يا زغبه وليس على الجهه اليمنى. يسجل بسهوله بترويبا. هل حذر شباب بلوزداد لهذه العملية؟ طبعا أكيد هذه من العلوم الدقيقة. هذه شيبي شاهدناه في لقطة أو اثنين فقط باليسار، وجه لوجه مع زيكي، كل ثقة وسجل ممتاز. والله ممتاز ممتاز جدا شيبي هذه. ها ولا الصورة رميتين وهدف، ورمية وهدف بالنسبة لي، رميتين وهدف فقط لشباب بلوزداد، ورمية وهدف لبيترويبا وزملاء نادي الجمارك البوركينابي. يلا يا زغبة، انتظر منك ردة فعل قوية حتى تعيد الروح لزملائك. قدم اللاعب البوركينابي، لم نشاهد الرقم نتاعو، ولكن معليش وجه لوجه يصوب. اي 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 العاليه، هاي الكره لما تكون عاليه شويه تقريبا في السقف صعبه. هذا اللي دخل قبل قليل، دخل كلاعب دراماني النايكينا. دراماني يسجل، درامان اقول، نايكيما رقم 8 وهذا رقم 25. الزروقي وجه لوجه مع زيكي تراوري، يريد ان يضغط من الناحيه المعنويه. الزروقي يتقدم ويسجل بقوه. يلا القادمه القادمه يا مصطفى يا زغبه، القادمه هذه الثالثه هي التحول. كيفيه جميله جدا، اعطاها القوة اللازمة والارتفاع اللازم، حتى والحارس انه يتبعها صعب انه يعني يتصدى الكرة مثل هذه. الان رقم 12 يسوف سوسو انيني، او رقم 23 نقول دريسا باناو. قدم وجه لوجه مع مصطفى زغبة، قدم بناو. اي 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 كنظنها ضاعت، ضربت في العارضة ودخلت الشباك. الآن خاسف
لازم عليه يسجل، اكيد انه لازم يسجل هذه الضربه الرابعه. ثلاث ضربات للشباب سجل مرتين في مناسبتين، وثلاث ضربات لنادي الجمارك وسجل ثلاث مرات اقول. خاسف قدم اليسرى مثل هادي شيبي، قدم خاسف يسجل بطريقة جميلة رائعة جدا. ثلاثة من أصل أربع محاولات ممتازة بطريقة جميلة، الحارس في جهة والكرة في جهة، ثم يأتي هذا قوي البنية طويل القامة على من تراوري 20 سنة من الإيفواري، هو إيفواري من كوت ديفوار. لامين تراوري يلا يا زغبة، طبعا من الناحية المعنوية ولكن كل شيء ممكن، ها كل شيء ممكن في هذه الضربة والقادمة. المهم انه لمنا سيحدث المفاجأة، زغبة جابها زغبة، قلت انه جابها زغبة. رائع يا مصطفى، رائع يا مصطفى، انا متأكد انك راح تقوم وتذكرنا بمصطفى زغبة لعدة مواسم سابقة. اي 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 عودة 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 للشباب، يلا راح يسجلها الشباب ويضيعها نادي الجمالك. تنقص علينا هذا طبعا ينقص علينا هذا الضغط الرهيب على كل المتواجدين بملعب ميرود هدف انفجار في مقعد البدلاء وايضا في المدرجات لانصار الشباب. ويسجل رائع 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 جدا، رائعة وممتازة كانت من محيوس. يا محيوس ذكرتنا بالنهائي، وهذيك الكرة طبعا التي لا تشبه تماما كرة اليوم. واش نقولكم انه واش رايكم ان مصطفى زغبة راح يصنع الحدث ويصبح هو المنقذ والمؤهل في نفس الوقت لشباب الوداد مرور لدور المجموعات. مع وجه لوجه مع مصا وطرا سليمان، لاعب ممتاز جدا وقوي بدنيا. يلا يا مصطفى زغبة ومصا، قدم ماسا ويجيبها. نعم جابها 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 مصطفى زغبة. شكرا يا زغبة، شكرا يا مصطفى على الصورة. قلت قبل التنفيذ بداية هذه السلسلة انه على الاقل راح يتصدى لضربتين. فوز الشباب بضربات الترجيح والمرور الى الدور القادم لدور المجموعات. بنقيت كان ضيع، شيبي سجل، زلوقي سجل، خاسف سجل، ومحيو سجل، بيترويبا ودراماني ودريسا سجلوا لصالح النادي البوركينابي، ويضيع طبعا كل من لامين تراوري واحسن لاعب تقريبا في الدفاع ماسا وطرا وتألق. يا سلام لهذا الحارس الرائع جدا 33 سنة، تجربة في خدمة طبعا الشباب، شباب الوداد يمر للمرة الخامسة لدوري المجموعات. إذا فرحة لا توصف، فرحة كبيرة وتاريخية، لحظات تاريخية لزغبة ولشباب الوداد. شكرا لكم على المتابعة، وننتظر طبعا المسلسل التأهل للأدوار المجموعات.